<applause> السلام عليكم شبيبه زينه ان شاء الله كامل تكونوا بصحه جيده اليوم رايحين ندخلوا حصه رقم 32 واللي راح تكون اخر حصه بالنسبه للسجلات وراح نديروا فيها تكمله تمارين خاصه بالسجلات جماعه ركزوا معايا مليح هذه الحصه فيها ربع تمارين تمارين الرابع والخامس مستوى متوسط وتمارين السادس والسابع مستوى عالي واللي يشوف روحو كسول ما كان لا يتفرج حصه 32 حصه 31 تكفي مين اللي يحب يكون مستوى عالي ويكون المستقبل تاعو مشرق يتفرج حصه 32 اللي يكون اول حصه لهذه لازم يتفرج يتفرج حصه 28 29 و 30 و يحتاجهم بزاف والتمارين جماعة هذا هما التوقيت نتاعهم تمارين الرابع وخامس وسادس وسابع فلنبدا على بركة الله وحفظه جماعة زينة هيا نبداو بتمارين رقم أربعة بالنسبة للتمرين رقم أربعة فيه ربع أسئلة السؤال الأول ما وظيفة هذا التركيب سؤال اثنين ما وظيفة إكس ثلاثين إكس عشرة إكس ثلاثة إكس خمسة وثلاثين سؤال رقم ثلاثة أكمل تصميم لهذا التركيب وآخر سؤال أكتب معادلة الإشارة الساعة سيكا ومعادلة رميز أ زيرو اللي هي مسح الجمع جماعة مطلوب منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا في هذا التمرين وبعد ما تكملوا شغلوا الفيديو وصحوا أخطائكم هاي جماعة نبدأ في حل التمرين رقم ثلاثة السؤال آه الاول ما وظيفه هذا التركيب أه كما قلت لكم من قبل كي مد لك الدار مندمجه 74 ال اس 198 اول حاجه تركز عليها ركز على انماط التشغيل اللي هي اس 0 و اس 1 كما راكم تلاحظوا اس 0 مربوطه بالمصدر جوت في سي سي معناتها اس 0 ديما تساوي 1 و اس 1 مربوطه بالجي ان دي واش معناتها تساوي 0 من بعد كي تعرف القيمه تاعهم تفكر قاعده اليدين اليد اليمنى هي اس 0 واليد اليسرى هي اس 1 كما كما تلاحظوا يد اليمنى اس صفر عندها في اسمها واحد منطقي معناتها يد اليمنى مرفوعه واليد اليسرى اللي هي اس واحد اعطينا لها جي ان دي معناتها اعطينا لها صفر معناتها ممدوده وقد يد مرفوعه هنايا مرفوع يد اليمنى بما انه مرفوع يد واحدة واش هو نمط الشحن اذا نمط شحن تسلسلي وبما انه يد اليمنى هي المرفوعه اذا واش نقولوا نمط شحن تسلسلي ازاحه يمين وكما راكم تلاحظوا جماعة كما راكم تلاحظوا باللي القيمة كي اش وين تروح تروح شيفت رايت مي واش هي كي اش وكاينة بوابة نوت واش معناتها ولات كي اش بار إذا شكون هو السجل اللي يشحن روحه بروحه بالقيمة المنفية إذا هو سجل جونسون إذا معلومة من جهة من جهة من كي اش بار بعدها من شيفت رايت تروح كي اي يمينا يمينا كي بي يمينا كي سي كي دي كي او كي اف كي اش كي جي كي اش ومن بعدها تعاود ترجع شيفت راي. إذا في هذه الحالة واش نقولوا؟ في هذه الحالة 74198 يجسد عداد جونسون سعته ثمانية أبيات واش هو نوع الشحن تاعو شحن تسلسلي إزاحة يمين حلقي صايم؟ روحوا لي بعدها البوابة هذه بوابة نور اللي وش وظيفتها وظيفتها مسح سجل بما انه عندي اكثر من طريقة المسح لازم بوابة اور وبما انه مسح يمشي بالمستوى الادنى لازم تكون بوابة نور اذا اكس عشرة وش هي اكس عشرة هي مرحلة ابتدائية الصفر من اشغوله رقم واحد اكس 10 شو وظيفتها بما انه مربوطه بالمسح وظيفته مسح سجل اليا خارجيا اكس 30 كذلك لو كان لاحظوها نتبعوا المسار تاعها رايح للال معناتها وظيفه المسح اذا اكس 30 وش هي هي مرحله الابتدائيه من اشغوله ثلاثه وظيفته مسح سجل اليا اذا في زوج وظيفتهم مسح سجل <applause> روحوا اكس 13 واكس 45 لو كان تبعوا مسار تاعهم وين رايح رايح اشاره الساعه واللي مربوط اشاره الساعه ديما وظيفته اذن وبما أنه هذا السجل العام جمع 74 آلس 198 يتحكم في وشائع محرك خطوه بخطوه ال1 ال, واحد آل حتى ال8 واش وظيفه السجل هذا وظيفته تحكم في محرك خطوه بخطوه اذا اكس 13 و اكس 15 وظيفتهم وظيفتهم تحكم في تشغيل محرك خطوه بخطوه ولا نقدر نقول وظيفتهم آه ازاحه ازاحه يمين دورانيه اذا اكس 13 هي مرحله ثالثه من أشغول رقم واحد وظيفته التحكم في دوران المحرك بخطوة ولا إكس خمسة هي المرحلة الخامسة من أشغال ثلاثة وظيفتها محر... تحكم في إزاحة التحكم في تدوير المحرك خطوة بخطوة هاي يا جماعة نرجعو نكتبوهم بالتفصيل إذا ما وظيفة هذا التركيب؟ إذا هذا التركيب هو سجل شامل 74 ls اس 198 يجسد يجسد عداد جونسون وش هو نوع عدد جونسون؟ هو شحن تسلسلي إزاحة يمين دورانية كيف عرفت عداد جونسون؟ لأنه يشحن روحه بروحه عن طريق المخرج الأخير المنفي صحيح وش وظيفة هذا عداد جونسون؟ المخارج تاعو باش مربوطه بالوشاء اذا وظيفته التحكم في محرك خطوه بخطوه وحنا رانا نقراو سجلات على اساس محرك خطوه بخطوه سؤال ثاني ما وظيفه اكس 30 اكس 10 اكس 13 اكس 35 اذا اكس 13 واش هي هي المرحله الثالثه من شغله واحد وبما انه مربوطه باشاره الساعه واش نقولوا اذا بازاحه يمين دورانيه لعداد جونسون ولا الاجابه ادق شيء هو اذا بتدوير محرك خطوه بخطوه اذا اكس 35 كذلك رايحة اشارة الساعة اذا مش نقول عليها اذا بازاحة يمين دورانية باسكو سجل جسد لازاحة يمين دورانية جونسون ولا اذا تدور محرك خطوة بخطوة اكس عشرة نتبعوا مسار اكس 10 مربوطة بالمسح اذا اكس 10 هي مرحلة ابتدائية من اشغولة واحد وظيفته مسح سجل عام و x 30 لو كان تبعو مسار تاعنا رايح ال كذلك مس اذا هي مرحله الابتدائيه صفر هي مرحله ابتدائيه ثلاثه هي أشغل ثلاثه من اشغال ثلاثه وظيفته مسح سجل شامل اليا روحوا السؤال رقم ثلاثة اكمل تصميم لهذا التركيب هيا الاولاد روحوا السجل هذا اعطانا سجل بدارة مندمجه فيها 24 قطب جماعه باه نربطوا هذا السجل واش لازمنا لازمنا استراتيجيه وهذه الاستراتيجيه واش فيها فيها خمس خطوات الخطوه الاولى واش يقول لازم تغذيها تغذي الداره المدمجه هي الاولى عن طريق قطبي تغذيه في سي سي دي الخطوه الثانيه شوف شكون يقوم بعمليه المسح خطوة ثالثة شوف شكون يمد إشارة الساعة للسجل العام، وخطوة رابعة شوف نمط السجل هذا وشيء هو، وخطوة الأخيرة شوف المخارج، هيا يا جماعة نبداو نطبقوهم بالترتيب. نبداو في الخطوة الأولى هي التغذية، واش لازم نجيبو مصدر جهد في مع مقاومة الحماية، باش نربطوا هذا مصدر جهد نربطوه بالقطب 24 اللي مكتوب عليه في سي والقطب 12 جي عندي باش نربطوه نربطوه بالارض بهذا الشكل هنا كملت الخطوه الاولى اللي هي التغذيه روحوا الخطوه الثانيه اللي هي المسح نشوف شكون يقوم بعمليه المسح عندي طريقتين اما اكس 10 او اكس 30 وهنا عطالي بوابه ظاهره لو كان ما عطاش بوابه نقولوا بوابه اور ولازم تكون منفيه لماذا منفيه لانه مسح يمشي مستوى الادنى اذا نرسم بوابه منفيه المدخل الأول نسميه إكس 10، ومدخل المدخل الثاني إكس 30، لازم نتبع الصانع، نتبع قيم الصانع، ونخرج بوابة باش نربطوه بالقطب 13 وين نلقاو كلير باري اللي هي مس. صاي، هنا كملت الخطوة رقم 2 نروحوا خطوة رقم 3 اللي هي إشارة الساعة. إشارة الساعة أولاً، قد كاين طريقة إذن إذن تاع تدوير المحرك خطوة خطوة، كاين إكس 13 وإكس 25، لازم نرسم بوابة ار ما بين هذا الزول. إذا نجيب هنا نرسم بوابة ار المدخل الأول إكس 35 ومدخل ثاني اكس 13 والمخرج بوابه باش نربطو نربطو في بوابه اند اللي تجسد لي اذن اذا نصم بوابه اند مخرج تاع البوابه اون نربطو المدخل الاول تاع بوابه اند ومدخل ثاني نربطو باشاره الساعه والمخرج تاع البوابه نربطو بالقطب 11 اللي نلقاو فيه اسم كلوك بهذا الشكل صاي واش معناتها معناتها المحرك خطوه بخطوه وقت يمشي يا اكس 13 يساوي واحد يا اكس 35 يساوي واحد لو كان يكونوا في زوج زيرو زيرو صفر او صفر واش يساوي صفر من بعد هذه البوابة ان صفر في اشاره الساعه تساوي صفر هنا الموتور با ابا ما يمشيش مي لو كانت تكون وحده منهم تساوي واحد مثلا اكس 13 تساوي واحد واحد اي عدد واش يساوي واحد واحد هو عنصر حيادي واحد في اشاره الساعه يساوي اشاره الساعه هنا سجل الشامل توصلوا اشاره الساعه ما دام توصلوا اشاره الساعه الموتور با ابا يدور وسجل إزاحة يمين دورانيه يمشي هنا كملت اشاره الساعه صاي درك نقولوا روحوا النمط أربعة روحوا النمط نشوفوا اس صفر باش مربوط في سي سي معناتها واحد منطقي اس زيرو واش هو قطب واحد باش نربطو نربطو بالفي سي سي بالمصدر جهد ونديروا نقطه التقاطع ما تنساوش يا نقاط تقاطع با خدمه تاعكم تكون منظمه نروحوا الاس واحد الاس واحد باش مربوط مربوط بالجين ان معناتها صفر منطقي اس واحد واش هو هو قطب 23 نربطو بالكتله بهذا الشكل ونديروا نقطه تقاطع ومن بعد نشوفوا يا جماعه شيفت لات ما نحتاجوهاش باسكو نمط ازاحيه مي دابا نحتاجو شيفت راي اذا شيفت لات باش مربوطه بالجي ان دي شيفت لات هي قطب 22 نزيد نربطو بهذه النقطه هي نفسها الكتله وندير نقطه التقاطع صاي بعد ما كملت النمط يا جماعه درك نروح نروحوا للمخارج نروحوا للمخارج كما راكم تلاحظوا كي ا باش مربوطه بالوشع ال1 كي بي مربوطه بالوشع ال2 حتى كي اش مربوطه بال8 نبداو نرسموا قطب 4 كي ا مربوط بال1 كي بي قطب 6 مربوط بال2 كي سي قطب ثمانية مربوط ال ثلاثة كي دي قطب عشر مربوط بال أربعة. كي او اه كي او مربوط ب خمسة كي اف قطب عشر مربوط ستة كي جي قطب 18 مربوط ب سبعة وكي اش قطب عشرين مربوط بال ثمانية اسكو كملت والله مازال لا لا هنا واش راني خدمت راني خدمت سجل ازاحة يمين شحن تسلسلي يمين فقط صح ولا لا لا عدة جونسون مي ما كانش اه حلقيه واش لازمني نشوفوا المخرج الاخر كي اش واش راكم تلاحظوا تلاحظوا فيه بوابه نوت ومربوط شيفت رايت اذا كي اش شو هو القطب هو قطب رقم 20 اذا قطب رقم 20 نخرجوا منه خط ونرسموا هنا بوابه اللي هي نوت ومن مخرج بوابه نوت ونديوها نديوها قطب اثنين اللي هو شيفت رايت وهنايا كملت المخطط المنطقي للسجل يعني واش معناتها السجل هذا ماكش راح تخدمه وحدك مي واش راح دير راح تقيد بالوثائق الصانع روحوا اخر سؤال واش هو سؤال أخي قال لك اكتب معادله الاشاره الساعه ومعادله رميز ا آه زيرو نبداو في اشاره الساعه راس كما كم تلاحظوا رقم 13 هو كلير هو راس اذا هذا اللون البنفسجي هو راس اذا راس ساوي يساوي يساوي اكس 10 بوابة هذه نور معناتها اكس 10 او اكس 30 كل منفي ولا نجيبوها من المخطط الوظيفي تاع وثائق الصانع اذا اكس 10 او اكس 30 كل منفي اذا نكتب هنا راس يساوي اكس 10 زائد اكس 30 كل منفي قاتنا إشارة ساعة إشارة ساعة اللي هو قطب إذن هي قطب 11 إذا هذه البوابة جماعة هي بوابة ان مدخل أول إشارة ساعة مدخل ثاني باش مربوط مربوط بوابة أور إذا إذا واش تساوي إشارة ساعة أش هذا هذا هو إشارة ساعة واش يساوي يساوي إكس 35 أو إكس 13 معناتها إكس 35 زائد إكس 13 الكل الكل في واش في أش باسكو هذه بوابة ان ولا نجيبوها من المخطط الوظيفي هذا اللي هي من طرف وثائق الصانع إذا كلوك ماذا يساوي يساوي x 35 زائد x 13 والله x 13 زائد x 35 كل ما بين قوسين كل في واش في إشارة الساعة آش وهنا كملنا معادلة ولا توفيقة لإشارة الساعة هيا جماعة زينة روحوا للتمرين رقم 5 بالنسبة للتمرين رقم خمسة فيه خمس أسئلة، السؤال الأول ما وظيفة هذا التركيب؟ السؤال الثاني ما نوع البوابات أ و سي؟ السؤال الثالث ما وظيفة إنيت إكس 40 وإكس 30 إكس 32؟ السؤال الرابع أكمل تصميم لهذا التركيب؟ السؤال الخامس أكتب معادلة سي كا ومعادلة رميز أ زيرو. جماعة زينة وقفوا الفيديو وحاولوا في هذا التمرين ومن بعدها شغلوا الفيديو وشوفوا الإجابة النموذجية. هيا جماعة نبداو نحلو التمرين رقم خمسة. ونبدأو بأول سؤال سؤال أول ما وظيفة هذا التركيب بنفهم هذا التركيب نكبروه ونبدأو نشرحه فيه بالتفصيل هنا وش عطانا في المخطط الوظيفي عطانا سيركوي انتيجري المخطط الوظيفي تاعها 74 الاس 198 وهذا نسميه سجل شامل باه نعرف واش الوظيفه نتاعه ونشوفوا انماط التشغيل وش نشوفوا نشوفوا اس صفر ونشوفوا اس واحد كما راكم تلاحظوا باللي اس واحد عطينا لها VCC سي سي معناتها اس واحد تساوي واحد منطقي و اس صفر عطينا لها جي دي معناتها عطينا لها صفر منطقي وتذكروا قاعدة اليدين اذا اس صفر هي يد اليمنى و اس واحد هي يد اليسرى اذا اس صفر عطيت لها صفر معناتها يد اليمنى ممدودة و اس واحد عطيت لها واحد منطقي معناتها اليد اليسرى مرفوعة وبالتالي وبما انه يد واحدة برك مرفوعة واش نقولوا شحن تسلسلي وبما انه اليد اليسرى مرفوعة واش نقولوا سجل عامل يعمل شحن تسلسلي ازاحة يسار اذا انطلاقا من اس 0 اس 1 نعرفوا نمط التشغيل نمط التشغيل هو شو هو هو شحن تسلسلي ازاحه يسار من بعدها نروحوا نشوفوا المخارج اسكو حلقي او ماشي حلقي واش راكم تلاحظوا جماعه تلاحظوا باللي كي ا آه المعلومه اللي لم تمدها تمدها شيفت ليفت وكاينه معها بوابه نوت اذا شيفت ليفت باش تشحن تشحن كي ا آه منفي وشكون هو السجل اللي يشحن روحه بروحه بمخرج منفي اللي هو عداد جونسون اذا عدد جونسون المعلومات تاعك كيف تمشي من كي ا بار تروح شيفت ليفت من شيفت ليفت تروح كي اش من كي اش تروح كي جي بعدها تروح كي اف كي او كي دي كي سي كي بي كي ا يسارا يسارا وبعدها تعاود ترجع بطريقه عكسيه اذا واش نقولوا في هذه الحاله 74198 في هذه الحاله يعمل عمل عداد جونسون شحن تسلسلي ازاحه يسار دورانيه سعته ثمانية ابيات او واحد اوكتي لانه يحتوي على ثم قلبات هذا بالنسبه للسؤال آه بالنسبه وثمانية وتسعين روحوا للبوابه هذه يا جماعه واش راكم تلاحظوا؟ تلاحظوا اكس 30 و اكس 40 و انيت مربوطين بالآر وبما انه مربوطين بالآر واش وظيفتهم؟ وظيفتهم مسح وبما انه عندي اكثر من طريقه مسح لازمني بوابه والبوابه اللي دخل لي اكثر من معلومه اللي هي بوابه اور. وبما انه المسح يمشي بالمستوى الادنى هذه البوابه لازم تكون منفيه اذا البوابه هذه هي بوابه نور و 30 وظيفتها مسح سجل اكس 40 وظيفتها مسح سجل و انيت وظيفتها مسح سجل مي واش الفرق ما بيناتهم انيت هو مسح خارجي يدوي لازم يتطلب تدخل انسان اما اكس 40 و 30 هو مسح الي اكس 30 هي مرحله ابتدائيه من اشغله ثلاثه و 40 هي مرحله ابتدائيه من اشغله اربعه <applause> روحوا هذه البوابة ا بما انه هذه البوابة ا مربوطة باشارة 9 وش تجسد تجسد توجو... وظيفة الاذن اذا اذا ما وظيفة x 32 وظيفتها اذن بشحن تسلسل ازاحة يسار دورانية ولا باذن تشغيل عداد جونسون ولا نشوفوا 741198 يتحكم في يعني محرك خطوة بخطوة من ال1 حتى ال8 اذا x 32 شو وظيفتها اذن بتدوير محرك خطوة بخطوة اذا x 32 تساوي صفر صفر في اشارة 9 يساوي صفر يكون محرك متر با يكون متوقف اكس 32 هالي تساوي واحد واحد في اشاره الساعه يساوي اشاره الساعه هنا سجل شامل توصلوا اشاره الساعه وهنا موتور با ابا ايضا هاي يا جماعه نرجعوا للاسئله إذا السؤال الأول السؤال مو... الأول ما وظيفة هذا التركيب؟ إذا نكتبوا سجل شامل 74198 واش وظيفته الشحن التسلسلي إزاحة يسار دورانية وبما أنه كي أ في بوابة نوت منفي ومربوط بشيفت ليفت إذا يجسد عداد جونسون شحن تسلسلي إزاحة يسار دوراني واش وظيفة هذا السجل؟ وظيفته التحكم في وشائع محرك خطوة بخطوة سؤال اثنين طلب منا وظيفة x32 x40 x30 و إنيت كما شرحناهم قبل اذا نبداو في اكس 32 اكس 32 مربوطة لو كان تبع المسار تاعها رايح اشاره الساعه معناتها إذن، وبما انه هذا التركيب يتحكم في محرك خطوه بخطوه واش اذا بتدوير محرك خطوه بخطوه والله اذا بتشغيل سجل جونسون اذا شو نقولوا اذا بازاحه يسار دورانيه لعدد جونسون او اجابه ادق إذن بتدوير محرك خطوه بخطوه روحوا اكس 40 اكس 40 لو كان تبعوا مساطه راح المسح اذا اكس 40 واش هي هي مرحله الابتدائيه صفر مرحله ابتدائيه من أشغله اربعه وظيفتها مسح سجل اليا عن طريق تنشيط مرحله آه الابتداء من أشغله اربعه اذا اكس 40 مرحله ابتدائيه من أشغله اربعه وظيفه مسح سجل شامل اليا اكس 30 بنفس الطريقه اكس 30 هي مرحله ابتدائيه من أشغله ثلاثه وظيفتها مسح سجل شامل بطريقه اليه انيت انيت مربوطه بالمسح وانيت واش هي هي عباره عن ضاغطه وتحتاج تدخل إنسان وبما انه مربوطه بالمسح واش نقولوا ضاغطه مسح سجل يدويا خارجيا أه سؤال ثلاثة أكمل تصميم لهذا التركيب هيا جماعة نخدموا التصميم بنفس الطريقة اللي خدمناها في التمرين الرابع نخدموها في التمرين الخامس وش معنى تنجيبوا السيركوي هذه وفي نفس الطريقة وش لازم لازمنا نرقموها بهذا الشكل عن طريق وثائق الصانع بعدها عندي استراتيجية لازم نتبعها استراتيجية هذه فيها خمس خطوات الخطوة الأولى لازم نبدأ في التغذية الخطوة الثانية اللي هي المسح الخطوة الثالثة لازم نشوف إشارة الساعة الخطوة الرابعة نشوف نمط التشغيل عن طريق أس صفر وأس واحد والخطوة الأخيرة نشوف ربط المخارج هاي نبدأ بأول خطوة اللي هي التغذية إذا مش لازم لي مصدر جهد اللي هو في سي سي باش نربطه قطب 24 اللي هو في سي سي نربطه بالمصدر جهد في سي سي وقطب 12 هذا نربطوه بواش نربطوه بالجي ان دي هنا غادي تدار كملت الخطوه الاولى ولا كملت الشرط الاول الخطوه الثانيه اللي هو خطوه المسح روحوا الوثائق الصانع شكون يقوم بعمليه المسح كاين ثلاث طرق اما عن طريق اكس 30 و اكس 40 وينيت انيت وشكون يجسد لي هذه يجسد لي بوابه اور اللي تدخل لي اكثر من قيمه في مدخل واحد وبما انه مدخل هذا ار يمشي بالمستوى الادنى خط طائره هذه البوابه لازم تكون مافيات واللي بوابه نور اذا واش نديرو في هذه الحاله نجيبو ربع ثلاث احتمالات المسح ونص بوابه اور بثلاث مداخل ونزيدو لها نزيدو لها النفي باسكو لانه كلير يمشي بالمستوى الادنى ومن بعدها مخرج البوابه نربطوه بالكلير هنا واش نديرو هنا واش كملنا المسح الخطوه الثالثه في الاستراتيجيه اللي هي اشاره الساعه شكون يمد اشاره الساعه كاينه بوابه اللي هي ان مدخل اول مربوط باشاره الساعه مدخل ثاني مربوط بالاذن عن طريق المرحله اكس 32 اذا واش ندير في هذه الحاله نرسم بوابه اند هي اللي تمد لي الاذن مدخل اول نكتبوا فيه اشاره الساعه ومدخل ثاني نكتبوا اكس 32 والمخرج بوابه نربطوه بالقطب رقم 11 اللي يعني مكتوب عليه كلوك بهذا الشكل هنايا واش كملت كملت خطوه ثالثه خطوه رابعه روحوا شوفوا استراتيجيه ولا نشوفوا نمط السجل الشامل كما راكم تلاحظوا اس صفر واش عطينا لها عطينا زيرو جي ان دي اذا القطب رقم واحد اللي هو اس صفر باش نربطو نربطو في جي ان دي وندير نقطه تقاطع والاس واحد كما راكم تلاحظوا اس واحد باش مربوط مربوط في سي سي معناتها يساوي واحد منطقي الاس واحد واش هو هو قطب 23 نربطوه في الفي سي سي وندير نقطه تقاطع هنا واش كملت كملت النمط ونمط ها... نمط هذا واش قلنا عليه نمط شحن تسلسلي ازاحه يسار روحوا لي بعدها اخر حاجه اللي هي المخارج نشوفوا المخارج قبل هذه شفت رايت نسينا عليها شفت رايت يا ما نحتاجوهاش باسكو شحن تسلسلي ازاحه يسار مربوطه بالجي ان دي نروح نحوسوا على شفت رايت اللي هي قطب اثنين نربطها بالجي ان دي ونديروا نقطه تقاطع اخر حاجه اللي بقاتنا المخارج باش تلاحظوا مخارج كي ا آه حتى كي اش آه. في الوشائع تاع محرك خطوه بخطوه اذا المخرج كي آ نربطوه بالوشيعة الأولى كي بي بالوشيعة الثانية كي بالوشيعة الثالثة على حساب وثائق الصرف كي دي القطب العاشر بالوشيعة الرابعة كي أو الخامسة كي ألف وشيعة السادسة كي جي الوشيعة السابعة وكي أش وشيعة الثامنة ومن بعدها واش راكم تلاحظوا يا جماعه مازلنا ما كملناش واش راكم تلاحظوا في المخرج تلاحظوا باللي كي ا آه. المخرج كي ا آه هو الذي يشحن شيفت مي يشحنه بالقيمه المنفيه باه نخدموا بها عداد جونسون اذا واش نديروا القطب كي ا آه واش هو كي ا آه؟ هو قطب رقم 4 كما راكم تلاحظوا ندوه منه ندوه ندوه هو واش نزيدوا له نزيدوا بوابه نوت باه يولي يشحن باه يولي يشحن كي ا آه بار والمخرج تاع هذه البوابة وين نديوها؟ نديوها شيفت ليفت اللي هو قطب 22 نربطوها بهذا الشكل وهنايا كملت تجسيد آه تركيب هذا باستخدام دارة مندمج 74 ألاس 198 تجسيد تاعها سهل وشي هو لازم نتبع استراتيجية اللي فيها خمسة خطوات روحوا السؤال اللي بعده السؤال رابع طلب منك إكمال معادلة سيكا ومعادلة رميز أ زيرو كما راكم تلاحظوا كلير معادله المسح هذه راز هذه كامل الكتله اللي سميوها راز راز تساوي قادر نجيبوها من تركيب لي ولا قادر نجيبوها من وثائق الصانع اذا نرمز ا زيرو شي هي اش هي هذه البوابه بوابه اور واش تساوي تساوي اكس 40 او اكس 30 او انيت الكل منفي هذا بالنسبه معادله الرمز ا زيرو اما معادله اشاره الساعه اللي هو قطب 11 واش يساوي يساوي اش في اكس 42 ولا تقدر تجيبوها من المخطط الوظيفي اذا كلوك ماذا تساوي تساوي اكس 32 في الاش نكتبو هنا سي ماذا تساوي تساوي اكس 32 في اش هيا يا جماعه زينه روحوا التمرين رقم ستة في التمرين رقم 6 كاين 6 اسئله السؤال الاول ماذا يحدث عندما اكس يساوي صفر واكس يساوي واحد السؤال الثاني ما وظيفه هذا التركيب سؤال ثلاثة ما هو نوع البوابات سي و بي السؤال أربعة ما وظيفه اي نيت اكس 40 اكس 45 والسؤال خامس اكمل تصميم لهذا التركيب باستخدام هذه الدارة المندمجه والسؤال السادس اكتب معادله سيكا ومعادله رميز ا 0 جماعه زينة وقفوا الفيديو وحاولوا في هذا التمارين وبعد ما تكملوا شغلوا الفيديو وشوفوا الاجابه نتاعكم يا جماعة نبدأ في حل تمرين السؤال الأول ماذا يحدث عندما x يساوي صفر x يساوي واحد قبل ما نجاوب على هذا السؤال كما كم تلاحظوا هذا مخطط وظيفي لسجل شامل 74 74198 وش وظيفة أنت يتحكم في وشائع محرك خطوة بخطوة من ال واحد ال ثمانية باه ندرسوا سجل شامل وخي قلت لكم ديما ركزوا على أنماط الشغل هي أول حاجة اللي هي آل أس صفر وأس واحد كما كم تلاحظوا كما كتلاحظوا بلي اس صفر مربوطه بالمصدر جهد في سي سي معناتها اس صفر ديما تساوي واحد مي واش راكم تلاحظوا حاجه جديده انه اس واحد مربوط بالاكس والاكس هو قيمه متغيره قادر يدي صفر وقادر يدي واحد اذا كان اكس يساوي صفر صفر نفي واحد اس واحد يوصل لواحد منطقي معناتها هنا نمط الشغل واحد واحد معناتها شحن تفرعي واذا كان اكس يساوي واحد منطقي واحد وشنا أو صفر تولي اس صفر واحد واس واحد زيرو معناتها شحن تسلسلي ازاحه يمين بعد تاكدوا نبداو نجربوها بشوي هاي يا اذا نبدا في حاله اكس يساوي صفر الصفر ديما يساوي في سي يساوي واحد منطقي و اكس مادام اكس يساوي صفر صفر شنو في تاعو واحد معناتها اس واحد يساوي واحد واش راكم تلاحظوا في هذه الحاله اس صفر يساوي واحد و اس واحد يساوي واحد فكروا اه تفكروا طريقه اليدين اذا يد اليمنى نمزولها لها اس صفر بما انه عطيت واحد معناتها مرفوعه وأس واحد هي يد اليسرى بما انه عطيت لها واحد مرفوعه واش راكم تلاحظوا تلاحظوا يدين مرفوعتين بما انه يدين مرفوعتين واش هو الشحن شحن, شحن تفرعي خي قلت لكم ترفع يد واحده معناتها شحن تسلسلي نهار ترفعوا يدين معناتها شحن تفرعي اذا في هذه الحاله واش راح يصير جماعه اذا هذا السجل عنده احتمالين الاحتمال الاول اللي راح نبداو به لما اكس يساوي صفر واش راح يحدث شحن تفرعي اذا باش راح يتشحن سجل راح يتشحن بقيمه تفرعيه دفعه واحده معناتها مش راح راح ا بي سي حتى ل اذا في هذه الحاله واش يصرى آه كي ا آه واش يقلد واش يقلد يقلد الا اللي هي واحد منطقي هاي ولات واحد منطقي كي بي واش يقلد يقلد بي اللي هي صفر كي سي واش يقلد يقلد سي اللي هي صفر كي دي يقلد صفر آه كي او واش يقلد قيمه او اللي هي زيرو وكي اف يقلد الاف اللي هي زيرو وكي يجي واش يقلد يقلد جي اللي هي زيرو ولا كي اش يقلد زيرو واش راكم تلاحظوا في لحظه معينه واش يحدث حدث شحن تفرعي بقيمه مباشره اللي هي واحد وسبعه اصفر اذا واش نقولوا في حاله اكس صفر واش يحدث السجل يشحن تفرعيا عن طريق مداخل تفرعيه من الا حتى الاش اذا حد الان سجل راهو مشحون شتو طريقه الشحن تبدلت ماشي كما درنا بلا شحن تسلسلي ازاحه يسار ولا شحن تسلسلي ازاحي هذه مره واش درنا شحن تفرعي من بعدها نروح نشوفوا نشوفوا الجماعة إكس إكس لما إكس يساوي واحد هاي نعوضوها إذا أس صفر يبقى يساوي واحد إكس يساوي واحد إذا أس واحد شو يولي زيرو من بعد نفكروا قاعدة اليدين إذا أس صفر مربوط بالفيسيس معناتها يد مرفوعة أس صفر واليد اليسرى لي اس واحد اعطيت لها زيرو بما انه اكس يساوي واحد نفي الواحد هو صفر معناتها اليد اليسرى وصلها زيرو في هذه الحاله شكون هي اليد المرفوعه؟ مرفوعه يد اليمنى وبما انه مرفوع يد واحده معناتها شحن تسلسلي وبما انه يد اليمنى مرفوعه معناتها شحن تسلسلي ازاحه يمين اذا شفتوا هذه المعلومه اللي أنها تفرعيا هذه المعلومه واش حيصير لها كي لما اكس يساوي واحد شوف واش حيصير لها اذا هذه المعلومه اللي مثلا جايه من كي اش وين تروح باسكو سجل حلقي تروح لكي ا آه من كي ا آه تروح لكي بي, بي. بعد تعكس يمينا كيدي يمينا 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 حتى الاش من الاش يصلها تعاود الدور اذا هذه القيمه اللي شحنتها تفرعيا وش يصلها بعد ما نبدل اكس نقلبها واحد منطقي تولي ازاحه نحو اليمين حلقي وتمشي بهذه الطريقه شوفوا جماعه معايا بهذا الشكل راكم تلاحظوا شوفوا الواحد كيف يمشي 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 كي يوصل المخرج الاخير يرجع الاول من يمشي, يمشي 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 بهذا الشكل ويبقى ازاحه يمين دوران دوراني اذا واش نقولوا هذا السجل هذا نقولوا سجل عام واش وظيفته يجسد نوعين النوع الاول لما اكس يساوي صفر يصبح الاس يساوي واحد اس واحد يساوي واحد اس يساوي واحد معناتها يشحن تفرعين بالقيمه الابتدائيه اللي هي واحد ثلاثه سبع اصفار ومن بعد نهار اللي نبدل اكس نقلبها واحد منطقي واش راح يتبدل راح يتبدل نمط السجل واللي شحن يمين دوراني يعني باسكو لا لانه المخرج الاخير مربوط بالمدخل الاول نروح نكمل باقي الاسئله السؤال اللي بعد واش قالنا قالنا ما ما وظيفه البوابه سي والله وش هي البوابه سي بما انه هذا المسح بما انه هذه خط دائره هي المسح وعندي اكثر من طريقه المسح البوابه واش راح تكون راح اور وبما أن المسح يمشي بمستوى الادنى هذه البوابه لازم تكون منفيه باش تقدر تمسح اذا البوابه هذه واش هي نور وظيفتها ادخال اكثر من مسح البوابة الثانية اللي هي مربوطة بإشارة الساعة إذا هذه البوابة هي الإذن ديما الإذن وباه نقدر نجسدوها في الواقع لازمنا نديرو من أفضل ومن المستحسن نديرو بوابة أند بمدخله لماذا؟ لأن بوابة ان فيها العنصر الماس إذا إشارة الساعة هي أش وإكس 45 عندها قيمتين، نهار اللي مد إكس 45 صفر، صفر في إشارة الساعة تساوي صفر، هنا السجل ما يمشيش ومحرك خطوة بخطوة ما يمشيش، نهار إكس 45 مد لها واحد منطقي، واحد منطقي هو عنصر حيادي، واحد في إشارة الساعة واش يساوي إشارة الساعة وبما أنه 74198 توصل إلى إشارة الساعة هنا المحرك خطوة بخطوة راح يدور إذا هذه البوابة وش وظيفتها إذن تجسد الإذن بتدوير محرك خطوة بخطوة ولا إذن بشحن تسلسلي إزاحة يمين دوراني هيا نرجع للأسئلة جماعة أه سؤال الأول ماذا يحدث عندما إكس يساوي صفر وإكس يساوي واحد؟ إذا إكس يساوي صفر وش قلنا؟ في هذه الحالة x يساوي صفر أس صفر يبقى ديما يساوي واحد منطقي والاس واحد يساوي نفي الاكس بما انه اكس يساوي صفر معناتها اس واحد يساوي واحد واحد بما انه نمط تشغيل اس واحد اس صفر يساوي واحد واس واحد يساوي واحد اذا نمط الشحن واش تفرع بالقيمه الابتدائيه اللي عطاها لكم هنايا يعني. صاي لما اكس يساوي واحد اذا اس صفر راح يبقى ديما واحد مي اس واحد راح يتبدل إكس يساوي 1، نفي الواحد هو صفر، واش يولي بما أنه اس صفر يساوي 1 وs اس واحد يساوي صفر، واش يتبدل؟ يتبدل نمط السجل يولي شحن تسلسلي إزاحة يمين، وبما أنه القيمة الأخيرة تعاود ترجع مقلب الأول مدخل شيفت رايت، إذا شحن تسلسل إزاحة يمين دوراني. إذا مش نقولوا؟ تشغيل نمط إزاحة يمين دورانية، إذا هذا السجل يشحن تفرعيًا، يعني بعد ما نكملوا شحن تفرعا بالقيمة الإبتدائية نقلبوا نمط الشحن تاعو هو؟ إزاحة يمين دوراني. سؤال اثنين ما وظيفة هذا التركيب؟ هذا واش هو جماعة؟ هذا هو سجل شامل، إذا شنو نكتبو؟ سجل شامل ذو الدارة مندمجة وتسعين شحن تفرعي واش فيه؟ فيه احتمالين، شحن تفرعي بالقيمة الابتدائية واحد سبع أصفار وإزاحة يمين دوارني. بعد ما نشحنه يعني وظيفته واش وظيفته؟ كي أ كي بي حتى كي أش مربوطين, مربوطين بالوشيعة تاع محرك خطوة بخطوة، إذا شو وظيفته؟ تحكم في محرك خطوة بخطوة. سؤال ثلاثة ما هو نوع البوابات أ و ب و سي و دي عفوا هنا كاين خطأ هنا عندي زوج بوابات إذا سؤال ثلاثة واش هو, هو ما وظيفة البوابة بي و سي إذا هاي نجاوبو إذا البوابة بي اللي هي هذه إذا مش وظيفة نتاعها كما تلاحظون تلاحظوا مربوطة بإشارة الساعة إذا هي بوابة أند من المستحسن تكون بوابة أند وظيفة تجسيد الإذن بإدخال معلومة وإزاحتها هكذا جماعة ما ادخال معلومة عذرا باسكو لا راح نشحنوا السجل باستخدام قيمة تفرعية اذا واش نقولوا وظيفتها بما انه راح نشحنوا بالمداخل A B C حتى ال نقول وظيفتها تجسد الاذن بازاحة المعلومة نحو اليمين دورا روحوا البوابة C سي بما انه عندي مدخل مسح واحد وعندي اكثر من طريقه المسح اذا بوابه هذه هي بوابه اور وبما انه مسح يمشي مستوى الادنى لازم تكون منفيه اذا هي بوابه نور واش وظيفته مسح السجل باكثر من طريقه اما عن طريق اكس 40 او عن طريق الانيت سؤال رابع قال لكم ما وظيفه انيت واكس 40 واكس 45 جاوبنا عليه بزاف هذا السؤال اذا روحوا اكس 45 بما انه اكس 45 لو كان تبعوا مساحه راح اشاره الساعه معناتها اذا نكتبوا اكس 45 هي المرحله الخامسه من اشغال اربعه وظيفته اذن بازاحه يمين دورانيه ولو شنقولوا بما انه السجل هذا مربوط بالوشائع محرك خطوه بخطوه شنقولوا اذن بتدوير محرك خطوه بخطوه روحوا الانيت نلاحظوا الانيت الانيت لو كان تبعوا المسار تاعها راح المسح اذا واش وظيفه الانيت هي مسح سجل شامل يدويا أه هنا لازم يدخل الانسان ويمسحه بطريقه يدويه هي, عباره عن ضاغطه روحوا اكس 40 كما كنتم تلاحظوا اكس 40 لو كان تبعوا المسار تاعها لما رايح رايح المسح اذا اكس 40 وش هي صفر هي مرحله ابتدائيه ربعه من معناتها اشغوله اذا اكس 40 وش هي؟ هي هي مرحله ابتدائيه من اشغوله ربعه وظيفتها مسح سجل خارجيا اليا روحوا السؤال رقم خمسة سؤال رقم خمسة طلب منا إكمال تصميم لهذا التركيب جماعة زينة بان هذا السجل لازم نركز ديما على الوثائق الصانع هذه دارة مندمجة لنا وعندنا استراتيجية اللي فيها خمس خطوات لازم نطبقهم الخطوة الأولى اللي هي التغذية الخطوة الثانية المسحة الخطوة الثالثة لازم نشوف شكون يمد إنشاء الساعة الخطوة الرابعة نشوفوا نمط التشغيل وخطوة الأخيرة نشوفوا المخارج. هاي نبدا بالخطوة الأولى التغذية. إذا في هذه الحالة لازم لي مصدر جهد ولازم لي قطب 24 اللي هو في بالمصدر الجهد. أما قطب 12 جي عندي نربطوه بالكتلة بهذا الشكل. هنا واش درنا؟ طبقنا الخطوة الأولى اللي هي التغذية. ثاني حاجة اللي هي الخطوة الثانية اللي هي المسح. شكون يقوم بعملية المسح؟ إذا عندي أكثر من طريقة المسح لازم لي بوابه أور وبما أنه مسح يمشي بالمستوى الأدنى بوابة نور. إذا في هذه الحالة نرسم بوابة أور ونزيد لها النفي على حساب لأنه الأر يمشي بالمستوى الأدنى المدخل الأول نكتبو إي إيه كما راه في الوثيق الصانع ومدخل ثاني نكتبو إكس 40 والمخرج تاع البوابة هذه نربطوه بالقطب رقم 13 اللي مكتوب فيه كلير ظاهر بهذا الشكل هنا كملنا الخطوة رقم اثنين الخطوة الثالثة واش هي يقول لك شوف إشارة الساعة شكون يمد إشارة الساعة للسجل الشام من وثيق الصانع فرض عليك إشارة الساعة فيها الإذن عن طريق مرحلة إكس 45 والبوابة بهذهك هذيك ما عرفناها اللي هي بوابة أند إذا ناس مو بوابة أند مدخل الأول نربطه بإشارة الساعة ومدخل الثاني نربطه بإكس 45 وربعين اللي تمد إذن بالإزاحة ولا إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة والمخرج البوابة باش نربطه بإشارة الساعة نحوس على القطب اللي مكتوب كلوك اللي هو قطب رقم 11 إذا المخرج تاع البوابة نربطه بقطب رقم 11 هنا كملت الخطوة الثالثة اللي هي إشارة الساعة درك وين نروحوا؟ نروحوا نروحوا الرابعة اللي هي نمط التشغيل. كيما راكم تلاحظوا S0 باش مربوطة؟ مربوطة بالـ VCC. وراي S0. S0 هو قطب الواحد، نرسموا نربطوا قطب واحد بالـ VCC ونديروا نقطة التقاطع. هنا كملنا S0. من بعد نروحوا لـ S1. S1 باش مربوط؟ مربوط بالـ X والـ X فيها بوابة نوت. إذا هنا واش ندير؟ نرسم الـ X ونزيدوا بوابة نوت. المخرج تاع بوابة نوت هذا لمن رايح يا جماعة؟ رايح لـ S1. مباشره بهذا الشكل من بعد نشوفوا شيفت ليفت شيفت ليفت يا جماعه ما نحتاجوهاش باسكو نمط تشغيل شحن تفرعي او ازاحه يمين دوار ما عندهاش ازاحه يسار شيفت ليفت كما راكم تلاحظوا مربوطه بالجي ان دي نروح نحوسوا على شيفت ليفت اللي هي قطب 22 باش نربطو نربطو بالكتله ونديروا نقطه تقاطع هنايا يعني بعد ما كملنا نمط نمط جماعه نروحوا اخر حاجه في الخطوات تاع الاستراتيجيه اللي هي المخارج كما راكم تلاحظوا كي ا مربوط بال ال واحد كي بي بال اثنين حتى عند كي اش مربوط بال ثمانية نخدموهم كما راهم موجودين آه قبل هذه الجماعه ما ننساوش كذلك ما ننساوش قيمه الشحن الابتدائيه قي... باسكو لا كي قلنا لما اكس يساوي صفر نفي تاع واحد يولي نمط شحن تفرعي لازمنا نشحنوا بالقيمه الابتدائيه اذا هاي نبداو اذا ا آه باش تشحن بالواحد ونرسموا سهم هذا القطب خمسة هو بي نشحنه بزيرو آه سبعة هو قطب سي نشحنه بزيرو دي نشحنوها بزيرو والقطب 15 او نشحنوه بزيرو والقطب 17 نشحنوه بزيرو والقطب 19 جي نشحنوه بزيرو والاش نشحنوه بزيرو هنا واش درت قيمه الشحنه الابتدائيه بعد ما كملت قيمه الشحن الابتدائيه نروحوا المخارج كما راكم تلاحظوا المخارج مربوطين بالوشاع تاع محرك خطوه بخطوه كما راكم تلاحظوا هنايا اذا كي ا باش مربوطه بالوشاع الواحد كيبي بالوشع الاثنين، كيسي بالوشيعه الثلاثة، كيدي بالوشيعه ال كي اللي هو قطب 14 بالوشعة ال5 كي اف بالوشعة ال6 كي جي بالوشعة ال7 وكي اش وشعة ال8 صاي واش راكم تلاحظوا كذلك يا جماعه تلاحظوا باللي المعلومه تمشي كي نشحنوها تفرعيا من كي اش وين تعاود ترجع شيفت رايت ومن بعدها تبدل طريقه السجل يولي شحن تف... شحن تسلسل ازاحه يمين دوار اذا كي اش وين تعاود ترجع ترجع شيفت رايت اذا وراه كي اش اللي هو قطب 20 كما راكم تلاحظوا قطب 20 هذا وين نربطوه نربطوه بشيفت رايت اللي هو قطب رقم 2 بهذا الشكل يعني هذه الخدمه ما رسمتهاش من عندي يعني هذه الخدمه جبتها من وثائق صانع وجسدتها له في الواقع وهنا يا جماعه كملت تجسيد سجل 74698 يخدم زوج حوايج يا شحن تفرعي بالقيمة الابتدائية واحد سبعة أصفار لما إكس تساوي صفر يا إزاحة يمين دورانية لما إكس تساوي واحد. روحوا السؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم 6 قال لكم اكتب معادله سيكا ومعادله رميز ا 0 زيرو نبداو في رميز ا 0 زيرو كما راكم تلاحظوا قطب 13 واش فيه في اكس 40 او انيت كل منفي ولا نجيبوها من وثائق الصانع اكس 40 او انيت كل منفي اذا نكتبو هنا رميز ا 0 زيرو واش يساوي يساوي اكس 40 زائد انيت وبما انه بوابه منفيه الكل منفي روحوا اشارة الساعة سيكا، اشارة الساعة هي قطب 11 وتساوي تساوي؟ تساوي عندي بوابة اند، إذا وش هي المعادلة تاعها؟ تساوي اش في اكس 45، ولا نجيبها من وثائق الصانع، إذا اشارة الساعة سيكا ماذا تساوي؟ تساوي اش في اكس 45، إذا نكتبوا سيكا هنا وش تساوي؟ تساوي اكس 45 في الاش. وهنا يا جماعة زينة كملنا تمرين رقم 6. هيا روحوا لآخر تمرين وهو تمرين رقم 7. بالنسبة لرقم رقم سبعة يحتوي على ست أسئلة، السؤال الأول ماذا يحدث عندما يكون إكس يساوي صفر وإكس يساوي واحد؟ سؤال اثنين ما وظيفة هذا التركيب؟ سؤال ثلاثة ما هو نوع البوابات أ و C؟ سؤال رقم أربعة ما وظيفة إنيت وإكس مية وثلاثة وإكس خمسة سؤال رقم خمسة أكمل تصميم لهذا التركيب باستخدام دارة مندمجة؟ والسؤال الأخير أكتب معادلة إشارة الساعة سيكا ومعادلة المسحة روميز أ 0 جماعة زينة وقفوا الفيديو وحاولوا في هذا التمرين وبعد ما تكملوا شغلوا هذا الفيديو وشوفوا الإجابة نتاعكم بالتوفيق لكم جماعة هاي نبدأوا نحلوا تمرين رقم سبعة نبدأ في السؤال الأول السؤال الأول قال لكم ماذا يحدث عندما X يساوي صفر و يساوي واحد نكبروا التركيب وبعدها نشرحه بالتفصيل الحاجه اللي رانا متفقين عليها كي بد لك المخطط الوظيفي 74198 ديما ركز على اس 0 و اس 1 باش تخرج نمط التشغيل كما راكم تلاحظوا باللي اس 1 يساوي في سي القيمه تاعو ثابته يساوي 1 مي اس 0 هو مربوط بالاكس بار معناتها متغير على حسب قيمه اكس اذا كان اكس يساوي 0 0 النفي تاعها 1 اس 0 يوصل يوصلها 1 واذا كان اكس يساوي 1 نفي الواحد واش هو 0 اس 0 يوصلها 0 اذا هاي نبدا في الحاله الاولى قال لكم واش وظيفه السجل الشامل لما اكس يساوي صفر واكس يساوي واحد نبداو باكس يساوي صفر ركزوا معايا مليح آه اس واحد مربوط بالفي سي سي معناتها ديما يساوي واحد هذا ما يغيرش الحاله نتاعو اما اكس يساوي صفر نفي الصفر شو يساوي نفي, نفي تاعو يساوي واحد اذا اس صفر يساوي واحد في هذه الحاله اس صفر واس واحد في ان واحد يساوي واحد وواحد بتعرف النمط تفكر قاعده اليدين إذا اليد اليمنى هي أس صفر بما أن أس صفر يساوي واحد معنتها يد اليمنى مرفوعة واليد اليسرى كي قلت فيها أس واحد وبما انه اس واحد يساوي واحد معناتها يد اليسرى مرفوعه واش راكم تلاحظوا تلاحظوا يدين في زوج مرفوعتين اذا كي يدين في زوج مرفوعتين معناتها شحن تفرع كي تعود يد واحد ما وحده مرفوعه معناتها شحن تسلسل وكي يدين في زوج ممدودتين نقولوا ذاكره بما انه يدين في زوج مرفوعتين اذا السجل العام يعمل شحن تفرعي اذا واش هي القيمه اللي شحنه تفرعيه اللي هي 0 0 0 0 0 0 واحد عن طريق مداخل شحن تفرعي اذا في هذه الحاله واش نقولوا في هذه الحاله آه كي ا آه يشحن تفرعين عن طريق ا آه اللي قيمته ح صفر كي بي واش هو يقلد البي اللي هي قيمتها زيرو كي سي واش يقلد يقلد زيرو كي دي يقلد مدخل دي وكي واش يقلد مدخل او وكي اف يقلد مدخل اف اللي هي 0, وكي جي واش يقلد؟ يقلد جي اللي هي 0, وكي اش يقلد الاش اللي هي واحد منطقي، إذا واش درت في هذه الحالة؟ لما اعطيت الاكس يساوي صفر، هنا سيجي جي العام شحنته دفعة واحدة بقيمة تفرعية اللي قيمتها 7 اصفار واحد منطقي، هذه لما اكس يساوي صفر. من بعد نروحوا للاحتمال الثاني لما اكس يساوي واحد وتفكروا باللي راهو مشحون بالقيمه التفرعيه يبقى في حاله ذاك هذه القيمه تبقى موجوده في سجل عام نهار نقلب اكس يساوي واحد جمع اس واحد مربوطه في السمايش راح تبدا حت... تبقى ديما تساوي واحد مي اكس عطيت لها واحد نفي الواحد واش هو صفر اذا واش راح يولي يعمل هنا سجل شامل اذا نزيد تفكر يد قاعده اليدين اذا اس صفر عطيت لها زيرو معناتها اس صفر معناتها يد ممدوده والاس واحد مربوطه بالفي سي سي معناتها لها واحد معناتها اس واحد اليد اليسرى مرفوعه في هذه الحاله قدها يد مرفوعه مرفوعه يد واحده معناتها شحن تسلسلي وشكون اليد المرفوعه اللي هي اليسرى معناتها شحن تسلسلي ازاحه يسار اذا هذه المعلومه اللي دخلناها من قبل شوفوا شو حيصير اذا هذه المعلومه من شيفت ليفت تروح كي اش بعد تروح لجي يسار باسكو شحن تسلسلي ازاحه يسار، تروح يسارا كي او، تروح يسار كي دي، تروح يسارا كي سي، تروح يسارا كي بي، بعد تروح يسار كي ا، من بعد هذه المعلومه وين تعاود ترجع؟ تعاود ترجع شيفت ثلاث، إذا في هذه الحالة لما إكس يساوي واحد واش نقولوا سجل عام؟ يعمل على شحن تسلسلي إزاحة يسار دورانية، كما شفتوها هذا وي أوكي، باه نزيدو تفهموها مليح شوفوا، شوفوا المعلومة كيف تمشي يسار، كي توصل هنايا تعاود ترجع. وتبقى تمشي يسار حلقية أو يسار دورانية إذا هنا 74698 وش قلنا معناتها عنده طريقتين إذا كانت إكس يساوي صفر وش راح ندير؟ راح نشحن قيمة تفرعيا وإذا كان إكس يساوي واحد هذيك القيمة اللي شحنتها تفرعيا وش ندير لها؟ إزاحة يسار دورانية إن شاء الله تكونوا فهمتوا بعد نروحوا مع الأسئلة اللي بقاتنا هذه البوابه سي مربوطه في المسح اذا هذه البوابه واش راح هي راح اكثر من قيمه المسح والبوابه اللي تدخل لك اكثر قيمه اكثر قيمه مسح في مدخل واحد اللي هي تكون بوابه اور وبما انه المسح يمشي مستوى الادنى هذه البوابه لازم تكون منفيه اذا بوابه نور اذا هذه البوابه سي هي بوابه نور اكس 103 واش هي هي مرحله ثالثه من متمن قياده والتهيئه مره جيت في المتمن وش وظيفتها وظيفتها مسحه وهو والانيت بما انه مربوطه كذلك بالار اذا انيت شو وظيفتها مسح سجل يدويا يحتاج تدخل انسان البوابه هذه مربوطه باشاره الساعه اللي راح نمدها سجل شامل اذا شو وظيفتها تجسد الاذن اذا تجسد الاذن وبما انه عندي شحن تسلسلي ازاحه يسار اذا تجسد الاذن بازاحه يسار دوراني الاش هي اشاره الساعه اللي جايه من بوابه سي ام أو اس ولا جايه من دار ان او 555 واكس 35 هي المرحله الخامسه من اصول ثلاثه وظيفتها اذن بتدوير محرك خطوه بخطوه لماذا لان المخاج كي ا كي سي باش مربوطه مربوطه بوشيء محرك خطوه بخطوه صحيح هاي نبدا نجاوب على الاسئله بالتفصيل هاي السؤال الاول ماذا يحدث عندما اكس يساوي صفر نعوضها لما اكس يساوي صفر اس واحد ماذا يساوي يساوي واحد و يساوي صفر معناتها في يساوي واحد معناتها اس صفر يساوي واحد بما انه في زوج يساوي واحد واحد سجل عام وش يدير يشحن القيمه تفرعيا عن طريق مداخل من ا حتى الأش <applause> اذا شنو نقولوا وظيفتها لما يتحقق لما اكس يساوي صفر في هذه الحاله نشحن سجل العام تفرعيا بالقيمه سبع اصفار واحد ولما اكس نقلبوها واحد هذه القيمه اللي شحنتها تفرعيا راح نخليها دور ازاحه يسار دوراني لما اكس يساوي واحد آه، الاس واحد يبقى ديما يساوي واحد مي اس صفر شو يساوي 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 صفر هنا السجل يعمل؟ يعمل شحن تسلسلي ازاحه يسار دورانيه باسكو ليه دورانيه لان المخرج كي ا عاود رجع للشيفت ليفت اذا شنو نقولوا تشغيل نمط ازاحه يسار دورانيه يعني هنا واش عند سجل 74198 راح هو عباره عن سجل عام راح يتحكم في محرك خطوه بخطوه نشحنوه تفرعيا ومن بعدها القيمه ندوروها عن طريق نمط ازاحه يسار دوراني سؤال اثنين ما وظيفه التركيب؟ اذا هذا شو نسمي السجل الشامل 74198 واش وظيفته شحن تفرعي بالقيمه الابتدائيه 7 اصفار واحد وازاحه هذه القيمه يسارا دورانيه. واش وظيفه هذا السجل وظيفته التحكم في محرك خطوه بخطوه باسكو حنا السجلات لا نقراهم في السنه الثالثه باه في محرك خطوه بخطوه روحوا السؤال ثلاثة ما هو نوع البوابات ا و سي كما جاوبنا عليهم من قبل اذا نبدأ في اول بوابه اللي هي بوابه ا بما انه مربوطه باشاره الساعه اذا وش وظيفتها؟ هي بوابه لازم تكون من المستحسن تكون اند وظيفتها تجسيد الاذن بازاحه المعلومات، تمد هي اللي تمد الاذن عن طريق بوابه أند تجمع اخي فيها عنصر ماس صفر في اشاره الساعه تساوي صفر معناتها هنا موتور با ابا ما يمشيش، اكس 35 هاد تساوي واحد، واحد في اشاره الساعه، واحد عنصر حيادي تساوي اشاره الساعه، هنا 74198 تصل اشاره الساعه وتحكم في موتور با ابا، وموتور با ابا يدور. صاي روحوا البوابة الثانية هي بوابة سي بما أنه مربوطة مدخل مسح وعندي أكثر من طريقة المسح وعندي مدخل واحد كيف نحلو مشكل نجيبوا بوابة أر آه إذا عندك عندك طريقتين مسح نجيبوا بوابة أور بمدخلين إذا عندك ثلاث طرق مسح نجيبوا بوابة أور مداخل وبما أنه المسح يمشي والله فعال بالمستوى الأدنى البوابة أور هذه لازم تكون منفية وتولي بوابة نور إذا سي تكون هي بوابة نور بمدخلين واش وظيفتها مسح سجل باكثر من طريقه اما عن طريق مرحله اكس 103 او عن طريق انيت سؤال رابع ما وظيفه اكس 35 واكس 103 والانيت اكس 35 نبدا اكس 35 بما انه اكس 35 ما مسارها وين رايح راح اشاره الساعه معناتها وظيفتها اذا 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 بواش اذا ب يسار دوراني كما عرفناها ولا احسن اجابه اذا بتطوير محرك خطوه بخطوه اذا وش هي اكس 35 اكس 35 هي خمسه معناتها المرحله الخامسه ثلاثة تاع العشرات هي أشغولة ثلاثة مرحلة خامسة من أشغولة ثلاثة وظيفتها إذن بإزاحة يسار دورانية ولا نقولوا إذن تدوير محرك خطوة بخطوة هنا جمع ما كاش إذن بشحن تفرعي بس كل شحن تفرعي شكون يقوم به S0 و S1 هذه أمسحها أوكي روحوا إنيت وراي انيت نتبعوا مسار انيت لما انا رايح رايح المسح اذا انيت شو وظيفته وظيفته المسح اذا انيت وش هو مسح السجل الشامل يدويا على يدويا لازم يدخل الانسان اخر حاجه واش هي اكس 103 نتبعوا اكس 103 مسار تاعها لما انا رايح رايح المسح اذا اكس 103 هي وظيفتها مسح سجل اليا مي ماهيش يدويا اذا واكس 103 جماعه هي مرحله 3 معناتها مرحله ثالثه وميا واش معناتها سجل تهيئه والقياده تقرأه ان شاء الله في المتم اذا اكس 103 وش هي هي مرحله ثالثه من متم القياده والتهيئه وظيفتها مسح السجل روحوا السؤال رقم خمسة سؤال رقم خمسة اكمل تصميم لهذا التركيب كما تفاهمنا من قبل وعطيتكم طريقه استراتيجيه استراتيجيه هذه كي تجيب هذه عندك واش فيها عندك فيها خمس خطوات الخطوه الاولى شوف التغذيه ابدا بها هي الاولى باه ما تنساهاش الخطوه الثانيه شكون شوف شكون يقوم بعمليه المسح الخطوه الثالثه شوف شكون يمد اشاره الساعه الخطوه رابعة شوف النمط التشغيل والخطوه الاخيره شوف المخاش هاي نتبعوا هذه الخطوات ونطبقوها اذا اول خطوه هي التغذيه نجيبوا مصدر جهد في سي سي اذا القطب هي التغذيه تاع مندمجة المندمجه هي 24 و12 24 نربطوها بالفي سي سي و12 باش نربطوها نربطوها بالكتله بهذا الشكل طبقت الخطوة الأولى، نروح للخطوة رقم اثنين. الخطوة رقم اثنين هي المسح، شكون يقوم بعملية المسح؟ عندي طريقتين، إما إكس 103 أو إنيت. إذا نرسموا بوابة أور، وبما أنه المسح يمشي بالمستوى الأدنى، البوابة هذه لازم تكون منفية. المدخل الأول من وثائق الصانع اللي هو إنيت، ومدخل ثاني اللي هو اكس 103 والمخرج البوابه يروح القطب اللي من مكتوب فيه كلير اللي هو قطب رقم 13 اذا هو قطب المس تبا كملنا خطوة اثنين نروحوا ثلاثة إشارة الساعة إشارة الساعة شكون يمدها تمدها بوابة أند مدخل أول إشارة الساعة ومدخل ثاني إكس 35 إذا نرسم بوابة آن مدخل أول إشارة الساعة ومدخل ثاني نكتبو فيه إكس 35 ومن بعد نروح على القطب تاع إشارة الساعة اللي نلقاو فيه كلوك اللي هو قطب رقم 11 اذا هذه نربطوها بالقطب رقم 11 هنا كملت الخطوه الثالثه قطنا الخطوة الرابعة اللي هي النمط روحوا نشوفوا اس واحد واس صفر اس واحد باش مربوطة مربوطة بالفي سي معناتها واحد منطقي وراي اس واحد اللي هي قطب رقم 23 اذا رقم 23 نربطوه بالمصدر جوج في سي سي ونديروا نقطة التقاطع بعد نعرفوا باللي جبنا من في سي سي هكذا ومن بعد نروحوا لاس صفر اس صفر باش مربوطة مربوطة بالاكس اذا في هذه الحالة واش ندير نرسموا اكس ونزيدو لها؟ نزيدو لها بوابة نوط بهذا الشكل، ومن بعدها نربطوها ب إس صفر، إس صفر واش هو؟ هو قطب رقم واحد. صحيح هنا كملت أنماط التشغيل، درك واش بقى لي جماعة؟ بقاو لي المخارج وبقاو لي قيمة الشحن التفرعية كما راكم تلاحظوا فيهم. إذا قبل هذه شفت رايت ما نحتاجوهاش. اذا باش كيما عطى في وثائق صار محتاج نربطوها بالجي ان دي شفت رايت وراهي اللي هي قطب اثنين نربطوها بواش بالجي ان دي ونديروا نقطه التقاطع من بعد واش نشوفوا قيمه الشحن الابتدائيه والماء روح شوفوا قيمة شحن الابتدائي آ نشحنها نشحنوها بزيرو بي بزيرو سي بزيرو بنفس الطريقة حتى الأش نشحنوها بالواحد هاي نبداو نرسمو الأ هي قطب رقم ثلاثة نشحنوها بزيرو بي قطب رقم خمسة نشحنوها بزيرو سي قطب رقم سبعة نشحنوها بزيرو دي قطب تسعة نشحنوها بزيرو زيدو الأو قطب خمسطاش زيرو الأف قطب سبعطاش زيرو جي قطب تسعطاش زيرو والأش نشحنوها بالواحد كيما عطاها لكم في وثائق هنا كملت قيمة الشحن الابتدائي اخر حاجه اللي بقات لي, لي المخارج كما رانا نتبعو واش نتبعو استراتيجيه اذا المخارج كما تلاحظوا كي ا آه كي بي سي حتى كي اش باش مربوطه مربوطه بواش محارب خطوه بخطوه اذا كي ا آه قطب رابع مربوط واحد كي بي قطب السادس مربوط بال2 نتبع الوثيقه كي سي قطب 8 مربوط ب 3 وكي دي قطب رقم 10 مربوط ب 4 وكي او قطب 14 مربوط ب 5 وكي اف قطب 16 مربوط ب 6 وكي جي قطب 18 مربوط ب 7 وكي اش قطب 20 مربوط بواش ب 8 من بعد واش راكم تلاحظوا جماعة تلاحظوا باللي هذا السجل ماهوش ازاحه يسار فقط واش هو ازاحه يسار دوراني واش معناتها المعلومه كي تمشي يا ساره توصل كي ا من كي ا تعاود ترجع شيفت ليفت تبع وثيقه الصانع اذا وراهي كي ا كي ا واش هو؟ كي ا وراه نحوسوا عليه كا هو قطب رابع كيما نشوفه اذا من قطب رابع من كي ا وين نعاود ندوه ندوه واش ندوه؟ ندوه. ندوه ندوه شيفت ليفت شيفت ليفت اللي هو قطب 22 بهذا الشكل ونطلعوا بهذا الشكل ونديوه شيفت ليفت وهنايا كملنا تصميم تاع هذا السجل انطلاقا من الوثائق الصانع معناتها جماعة كي يطلب منكم المخطط المنطقي ديما تبعوا الوثائق الصانع ماشي حتزيد حاجة من عندك روحوا اخر سؤال اخر سؤال واش هو اكتب معادلة اشارة الساعة سيكا ومعادلة رميز ازير بنفس الطريقة بسيطة جدا ما فيها حتى اشكالية اذا اشارة معادلة المسح اللي هي اللي هي رمز ا زيرو كما تلاحظوا واش تساوي؟ تساوي اكس 103 او انيت كل منفي. والله نجيبوها من المخطط الوظيفي كما كتلاحظوا اكس 103، اكس 103 او انيت كل منفي. إذا هنا واش نكتبوا؟ رمز ا زيرو واش يساوي؟ يساوي اكس 103 زائد انيت الكل منفي. هذه بالنسبة لمعادلة آه النصف. اثنين، معادلة إشارة الساعة كلوك كما كم تلاحظوا كلوك اللي يقوط برقم 11 يساوي H في X, X 5 و 30 ولا نجيبوها من المخطط الوظيفي إذا نكتب سيكا ماذا يساوي يساوي X 35 في الاش وهنا يا جماعة كملنا تمرين رقم 7 وهنا يا جماعه وصلنا لنهايه الحصه، هنا كملنا كل تمارين خاصه بالسجلات، نتمنى انكم وصلتوا لاخر التمارين ويكون التكوين تاعكم ممتاز، آه هذه هي اخر الحصة للسجلات، والحصه الجايه باذن الله حتكون اول حصه للعدادات. ليلتكم سعيده وواقعكم اجمل ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.